طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم، وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم لا، ما يصير كده. وأسروا النجوى، لو وقفنا حنميل، لكن لو وصلنا فلا إمالة لالتقاء الساكنين. صحيح. لاهية قلوبهم، وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. أفتأتون السحر، تفخيم الراء إن شاء الله. أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر. لا، دقيقة، أنت لما تقول بل افتراه، هذا ورش اللي هو هنا يفتح، هنا يعني يقلل، لكن احنا نبغى نقول ريه، بل افتراه بل هو شاعر. فليأتنا دقيقة بآية. دقيقة، بل افتريه ريه 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 بل افتريه بل هو افتراه بل افتراه بل افترى بل افتراه يا شيخ 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 شيخنا مولانا، يا بعد الراء، بس يا بعد الراء، ريه ريه بل افترى بل افتراه بل افترى بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا. لا 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 ري 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 بل افتريه بل هو شاعر بل افتريه بل هو شاعر فليأتنا. مولانا يا بس الكلمة، شيل عينك من على الكلمة، ما هي ألف يا. بل افتريه بل هو شاعر بل افتريه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجال. فخم الراء إن شاء الله. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحي إليهم. لا، يوحي يوحي
يوحي إليهم فاسألوا. مد لكن فاسألوا. مد يوحي إليهم يوحي إليهم فاسألوا. بس حكم الشيخ فاسألوا فسلوا أهل الذكر إن مد طيب صحيح مد الشيخ إن شاء الله فسلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى وارجعوا فخم وارجعوا لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون لا ما في إخفاء أترفتم فيه على طول واحذر لدى واو وفا أن تختفي صحيح وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم مد ما أترفتم صحيح وأرجعوا إلى ما وارجعوا إلى ما أترفتم وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين دعويهم فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما دعواهم ويا محضة دعواهم دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خالدين إنها سهلة يا كأن ما هي ألف ويا بس اقرأ الكلمة واويا ويهم دعواهم دعواهم يا أبا علاء شيل الكلمة من عينك دال عين واويا هاء ميم كيف تقرأ دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين
وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فيدمغه فإذا هو زاهق. ضم الغين. فيدمغه فإذا هو زاهق. ولكم الويل مما تصفون. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. لا 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 يفترون ولا يفترون لا يفترون لا يفترون. طيب خلينا نعيد يا شيخ. يسبحون الليل والنهار لا يفترون كده صح؟ أيوة يعني لا يتعبون من الذكر والتسبيح. الله يجعلنا منهم. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فسبحان الله رب العرش عما يصفون. فسبحان الله رب العرش عما يصفون. أنا أفخم لفظ العرش. رب العرش الراء العرش هي اللي فخمها. فسبحان الله رب العرش عما يصفون. ربي باء مخفوضة مكسورة. ربي. فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم. هذا ذكر من معي. خلنا نشوف إيش الحكم معي. هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون.
مد إلا إلا أنا فاعبدون. لا إله إلا أنا فاعبدون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ولا يشفعون إلا لله لمن ارتضي ضي 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 إمالة ولا يشفعون إلا لمن ارتضى إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون إلا لمن ارتضي وهم من خشيته مشفقون ضي 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 إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون على كل حال تمرن أنت على كل حال اسمعها كثيرا إلا لمن ارتضي وهم من خشيته مشفقون بارك الله فيك شيخ أعاد الآية الثانية أنا ممكن موضوع الآية الثانية إيش من سورة الأنبياء ممكن يعيدها أعاد يا أبا على الآية الثانية طيب يا شيخ الآية الثانية أول السورة يعني ما يأتيه من ذكر من ربهم خلاص طيب لا داهية قلوبهم يعني ولا ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لا محدث صحيح ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون جزاكم الله خير أنا والله الخط مرة صغير ويا دوب أشوف الحروف والله أنا بس الله يجزاكم الله تفضل يا أبا محدث كلمة محدث صحيح هي مش محدث الدال مفتوحة جزاكم الله خير كتب الله أجركم أخ أنس تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الله من الشيطان الرجيم ومن يقل منهم إله دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم يرى لا دقيقة غير مكانك وارفع الصوت غير مكانك في تقطيع غير المكان وارفع الصوت أعوذ بالله أعيد من الأول أو من أين كان التقطيع؟ بداية من البداية نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين
أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزؤا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون أعد الآية في قول ربنا تبارك وتعالى أعد الآية رقم 30 وجعلنا في الأرض رواسي أن آية 30 مو 31 نعم آية 30 اللي قبله أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما كانتا رتقا ففتقناهما كانتا فخم الراء كانتا رتقا ففتقناهما كانتا رتقا ففتقناهما لا 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 التاء ساكنة كانتا رتقا ففتقناهما كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون طيب ارجع لما كنت عليه نعم خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون لا لا أعد الآية 36 أعد الآية أول الوجه وإذا وإذا رأيك الذين كفروا الراء مميلتان وإذا رأيك الاثنين مميلتان وَإِذَا رَأَيْكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُؤًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ لابد يا أب لابد هذا نشوف له حل هذا يا محمد لابد موضوع الاختلاس هذا احنا لنا وصلنا الجزء 17 وما حل المشكلة هذه وهذه معيب في القراءة هذا الذي يذكر آلهتكم 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 هذا الذي أهذا الذي يذكر آلهتكم أحسنت هو هذا نعم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان
الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متي هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون ارفع الصوت بل يتقطع، الصوت يتقطع. لو يعلم الذين كفروا لا لا خلاص حين لا 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 خلاص خلاص خلاص، بل تأتيهم بغتة. انتبه للقادم بس، سمعنا هذا. بل تأتيهم، بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من أعد 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 أم أعد لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا أنا ما أدري يستطيعون ليش الصوت مو جيد، ليش الصوت عندك مو جيد، دائما الصوت عندك جيد، إيش المشكلة اليوم؟ لحظة بس غير التليفون ثواني بس نعم أفضل الآن أو نفس الشيء ايوه طيب يلا تفضل. وين وصلنا بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا أحسن يسمع الله إليكم جاوزتم آية بارك الله فيكم أم لهم آلهة ما فهمت أم لهم عيد من عند أم لهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباؤهم حتى طال عليهم العمر آباءهم مفعول به، آباءهم بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون
قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلتنا إنا كنا ظالمين يا ويلنا ليقولن يا ويلنا ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفي بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم للمتقين ترقيق للمتقين ت وذكرى للمتقين ذكرى للمتقين وذكرى للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون أحسنت بارك الله فيك شيخنا معي صديقي بس يقرأ له تكرمت تفضل حياك الله تفضل عليكم السلام ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين ادي المد حقه ادي المد حقه اعد اعد واعطي المد الواجب حقه قال لقد كنتم انتم واباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين رقق الحق أجئتنا بالحق قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا بعد أن تولوا أصنامكم وليس ما نا أصنامكم
وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جزازا فجعلهم جزازا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا فسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. الظالمون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. أف لكم بالتايب بالكسر أف لكم. نعم كتاب شو أصغر ما داشو. أف لكم وأعود بالله من الشيطان الرجيم. أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. مضبوطة؟ نعم. حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. لا ما في وقف، ما في تصل للآية، ما في وقف، الكلام متصل. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه. نعم. ونجيناه صدق. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. لا تقلقل الكاف، بارك، الكاف مهموسة وليست مقلقلة، باركنا فيها. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة
وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات ويقار. تقيد دائما يا شباب لنا جميعا، تقيدوا بعلامات ضبط المصحف وقفا وابتداء، انقطع النفس يرجع وأتي بكلمة تتم به المعنى. تفضل. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا. لا حرر الهمزة مع من الياء. وإيتاء الزكاة وإيتاء الزكاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا. فخم الخاء. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. همزة قطع. فأغرقناهم تحقيق همزة القطع. إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. قلق الكاف. غنم القوم وكنا لحكمهم. لا تقلقل الكاف وفخم الغين. غنم القوم. إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين.
ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. أحسنت، بارك الله فيك. وأيوب إذ نادي ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكر للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادي في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادي ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له هنا نعيد وزكريا إثنى نادي ربه أيوه. وزكريا نادي ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيي وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها وجعلناها ربناها للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتخطعوا أمرهم بينهم كل إنا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. حتى إذا فتحت يا جوج وما جوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء
آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقيهم الملائكة هذا يوم الذي هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور لا لا بالضم في الزبور بالضم في لا زو 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 ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك قل إنما يوحي إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون نعم أحسنتم الله أكبر هنا حسان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالك الآن؟ إن شاء الله أحسن الحمد لله بخير كيف أنتم؟ أجر وعافية طول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتري وترى الناس سكري وما هم بسكري ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد
كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفي ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس المشير أظن الشيخ قافل السماعة الشيخ مش موجود على الشيخ ما موجود يا جماعة موجود القراءة السليمة ما في خطأ موجود الله يرضى عليكم إني بين ظهرانيكم إن شاء الله جزاكم الله خير لكن ما في أخطاء يعني احنا نتمنى تحسبون هل أنا عندي شهوة أن أنا أرد كل قارئ لا بالعكس أنا أبغاكم كلكم تكون قراءتكم 100% زي ما يقولون الناس تفضلوا أستمع لكم تفضل جزاكم الله خيرا إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة
فليمدد بسبب إلى السماء ثم تقيد يقطع. تقيد بالضبط وقفا وابتداء بالمصحف، قلنا هذا الكلام مرارا وتكرارا. جزاكم الله خيرا. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينفر هل يذهبن كيده ما يغيظ. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. نسجد شيخنا. ايوه سجدت تلاوة. نعم الله اكبر. احسنت بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا. أخونا مشعل تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. فخم الغين من غم أعيدوا فيها كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا
يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. أعد وقفا ووصلا. ولؤلؤ ولؤلؤ. وقفا يا شيخ. ولؤلؤ انت في... لا انا اردت انت بدون قلت لولو صح؟ نعم. اعد. لا يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ. وضحت؟ نعم. يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. كل ما هنالك إن نحن ماذا فعلنا؟ التنوين بعد بدل المكان بالفتح جعلناه بالكسر والخفض. طيب هنا يا سلام، لو جينا الإعراب، لذلك قالوا لابد لطالب العلم أن يكون ملما بالإعراب. طيب اعرب لنا لؤلؤا هذه، ما هو إعرابها؟ طيب أنا أقول لكم هنا يحلون يكون حال، يعني يا شيخ حال، هذا حال. لا اسمعوا رعاكم الله، من من أساور من من حرف جر صحيح؟ طيب من آن حرف جر. أساور اسم مخفوض أو مجرور بمن، وعلامة جره ايش علامة خفضه يا شباب؟ الفتحة شيخ. ما هي ليش الفتحة؟ مش علامة الخفض دائما الكسرة؟ ليش الفتحة؟ من أساوري. لا ما انت شو، انظر للقرآن الآن، انظر القرآن الآن، الآن مكتوب ايش؟ من أساور را را را، على الخفض الأصل فيه الكسر، الجر الأصل فيه الكسر، لماذا هنا خفضت بالفتحة؟ خلينا ممنوع من الصرف على وزن مفاعل، لأن هنا أسور وأساور هنا صيغة منتهى الجموع مثل ما تفضلتم، وهذه على وزن أفاعل وليس مفاعل، أفاعل. اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة ركب وزد عجمة فالوصف قد كامل. فهنا خفضت بالفتحة نيابة عن الكسرة، وجر بالفتح ما لا ينصرف ما لم يكن مضافا أو الردف. طيب من حرف خفض مبني على السكون لا محالة من إعراب، ذهب اسم مخفوض بمنه على مخفض الكسرة أو مجرور منه على مجر الكسرة. أيوة. ولؤلؤ هنا الواو عاطفة عند قراءة خلف العاشر براويه، فتصبح لؤلؤ معطوف على مخفوض مخفوض، لكن في حفص ومن وافقه مثلا ولؤلؤا ولؤلؤا، لماذا أتت منصوبة أيها العلماء؟ مفعول معه يا شيخ. أنا مفعول معه كيف؟ كيف مفعول معه؟ وضح لنا. بمعنى ومع لؤلؤ. يا سلام أحسنت. مثل قول القائل سرنا والقمر، سرنا والإيش والقمر، فهنا الواو تسمى هنا واو المعية، تسمى هنا واو المعية، فهنا تكون مفعول معه. ويحلون مع لؤلؤا. يلا فكر على الله، تفضلوا. جزاكم الله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير ولؤلؤ ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه. طيب قف لنا وقفا اختباريا على سواء هذه والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء لا يا عسل هذه هناك عند حفص ومن وافق مع حفص لكن هنا التنوين هنا بالضم التنوين هنا بالضم فحنقول ايش سواء أما التنوين بالفتح لما نقف بإيش بالعوض بفتحة وضحت هذه يا مشايخ أعد نعم أعيد مرة ثانية نعم نحن قلنا لو نحن بنقرأ لحفص سنقول للناس سواء لأن التنوين بالفتح لما نقف عليه نقف بفتحة واحدة اللي هو إيه نقف بالعوض هذا يسمى وقف العوض لكن إذا كان التنوين بالخفض أو بالرفع بالضم يعني فنقف عليه بالسكون كما هنا عند خلف العاشر للناس سواء وضحت؟ نعم نعم تفضل نعم أحسن الله إليك إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا ومن هنا أخذ العلماء أن السيئة في الزمان الفاضل وفي المكان الفاضل تغلظ ولا تضعف أن السيئة في الزمان الفاضل والمكان الفاضل تغلظ ولا تضعف فهنا مجرد الهم بالإلحاد عقديا وفكريا وسلوكيا في البلد الحرام يذاق من عذاب أليم عافانا الله وإياكم نعم طيب الحسنة تضاعف الحسنة إذن السيئة هنا تضعف كيفا لا كما وجزاء سيئة سيئة مثلها الحسنة الأقرب والعلم عند الله كما اختار ذلك الشيخ ابن القيم واختاره الشيخ بن باز أنه قال الحسنات تضاعف كما وكيفا لكن كم الله أعلم الله أعلم إلا ما دل عليه الدليل كالصلاة في الحرم بمئة ألف صلاة انتهى كلامه تفضل أحسن الله إليك
وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وش هي الأيام المعلومات؟ 10 ذي الحجة. واذكروا الله في أيام معدودات اللي هي من تعجل في يومين فلي أيام التشريق، والأيام المعلومات هي العشرة، والأشهر المعلومات وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة. الحج أشهر المعلومات. إيه تفضل. أحسن الله إليكم. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فك كأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف لكم فيها خاء فخم الخاء جزاكم الله خير والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف
فإذا وجبت جنوبها فكلوها فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هديكم وبشر المحسنين. جزاك الله خير. أحسن الله إليك. يا أبا مريم. باشمهندس عماد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. لا ممنوع من الصرف هذه. لهدم الصوامع وبيع وصلوات. بالإضغام يعني. إضغام التاء في الصاد والعين مرفوعة ليست منونة لأنها ممنوع من الصرف. لهدم الصوامع وبيع. أحسن الله. لهدم الصوامع صوامع لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره. فاعل يا مولانا. فاعل ولينصرن الله من ينصره. إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين. وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم. لا أولا موسى إمالة بدون مد،
وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم. الذال تدغم في التاء. وكذب موسى وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم. يا مولانا الذال غير موجودة، إدغام كامل. ثم أخذتهم. ثم أخذتهم. الذال شيل الذال، الذال ما هي موجودة، إدغام كامل، كأن الذال ليست موجودة. همزة فخاء ثم تاء هاء ميم. أخذتهم. أحسن الله يقول. وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمي الأبصار ولكن لا. إحنا يا جماعة شوفوا، إحنا عندنا هنا إذا وقفت حتميل. فإنها لا تعمي، إذا وصلت ما في إمالة، لأن الساكنين إذا التقيا فلا إمالة. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب. نعم، الإمالة في الوقف فقط، لذلك جعلها لك في المصحف باللون الأحمر لتفرق بينها وبين اللون الأزرق الذي معناه الإمالة وصلا ووقفا. أما اللون الأحمر معناه الإمالة وقفا لا وصلا. أحسن الله لكم. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. التي في الصدور، ترقيق حتى لا تنقلب الدال ضاد. التي في الصدور. التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما يعدون. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا
إذا تمني ألقى إلا إذا تمنى لا 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 إلا إذا تمني ألقي إلا إذا تمني ألقى الشيطان في أمنيته نعم ممكن نقف على تمني ونقف بالإمالة مش كده برضو يا شيخ يعني يعني إلا أيوة تمني وصلا تمني الإمالة وصلا وقفا نعم وألقي وقفا فقط نعم لذلك جعلها لك بلونين مختلفين تفضل إلا إذا تمني ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم يحكم الله آياته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم بعيد وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به الحق ترقيق الحق من ربك فيؤمنوا به هو في مشكلة عندي معلش يا شيخ أنا حصلت معايا كده مش عارف يعني مشكلة إيش؟ يعني مشكلة بس إن أنا بقرا من الكمبيوتر فحصلت في مشكلة فجأة فيعني بعتذر يا شيخ مش هقدر طيب هو كل على كل حال بقيت ثلاث أربع آيات طيب طيب بارك الله فيك ما في بأس إن شاء الله جزاك الله خير أحسنت بارك الله فيك اللي سيقرأ يعيد من الآية 54 أخونا أبو مصطفى تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى بسم الله ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم
فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا ما في لا 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 ما في المد هذا كله ما في المد هذا كله والذين كفروا وكذبوا مباشرة والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله ليرزقنهم الله رزقا حسنا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك عفوا تقول شيخ تقول شيخ لا تفضل كمل ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصر قول كلام متصل ما ينفع التقطيع هذا نعم ومن عاقب بمثل ما عوقب به ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه بمثل ما عوقب به ثم بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور لا ما فيش غنة لعفو غفور إظهار إن الله لعفو غفور الذي يغن هو أبو جعفر فقط لا غير أما قول القراء الجمهور كله لعفو غفور أظهر التنوين ما في غنه إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء وأن تقع على الأرض إلا بإذنه نرجع ثاني والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه أنت عندك همزتين ويمسك السماء أن صلى الله عليك شيخنا ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ما ينفع كده يا جماعة ما يصير كده احنا القران كده بتقطع بالصوره دي ما يصير احنا قلنا انقطع النفس ارجع جيب كلمه كمل التلاوه
أحسن الله إليك. ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك على الله يسير. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. وإذا تتلي عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من أفأنبئكم قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا. وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه. ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور
يا أيها الذين آمنوا اركعوا وسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. سيدة سيد نعم سيدة الله أكبر. وجاهدوا في الله. الشيخ تفضل. نعم. وجاهدوا ما في استعادة من السيدة مباشرة نقرأ بدون استعادة من السيدة نقرأ بدون استعادة. نعم وجاهدوا. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل هو سماكم المسلمين يا أبا مصعب ما في شيء يمال إلا الميم والألف السين كما هي سين فتحة ساء سميكم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. غن نونا وميما شددا ونعم النصير. هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. أحسنت بارك الله فيك. وفيك بارك الله فيك. أخونا الزكوان تفضل. نعم السلام عليكم. عليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ابننا الذكوان في قراءة خلف العاشر كشيخه الإمام حمزة أننا نأتي ونصل آخر السورة بأول التالية من غير بسملة فنعم المولى ونعم النصير قد أفلح المؤمنون هكذا. فضل. أحسن الله إليكم. فنعم المولى ونعم النصير قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغي وراء ذلك فأولئك هم العادون. حقق فأولئك حقق. أحسن الله إليكم.
فمن ابتغي وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة فاخم الغنة من طين أحسن الله إليكم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين نطفة هذا إخفاء نعم ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة أعد الآية التاسعة والذين نعم. هم والذين هم على صلاتهم يحافظون يلا أكمل ثم خلقنا النطفة ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أنشأناه ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ألق للباء تبع أحسن الله إليكم ثم إنكم يوم القيامة تبعثون قلقل يا ابني ما قلقلت شيء قلقل توبة ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فاخم الراء أحسن الله إليكم وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لا تهمس المتحرك نعم. جنات من لا تهمس المتحرك نعم
فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء وشجرة من طو وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه ولكم فيها منافع كثيرة. يا ابني من فين بطوني هذا؟ من فين جبتها بطوني هذا؟ مكتوب كده عندك في المصحف بطونها؟ نعم يا طيب ما تقرأ المكتوب. طيب انت ايش قلت بطونه. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا نعم من ق فخم الغنة من ق نعم أحسن الله إليكم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر ما فخمت لم تفخم من ق من ق من أحسن الله إليكم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم من سبق إخفاء هذا من سبق من
سبق عليه القول ومن آمن ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. أعد يا ابن أعد. إلا من سبق عليه القول منهم، ما في من آمن هذا، انتبه. لا إلا من تخلط بين المتشابه. إلا هذيك ومن آمن وقد ركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، هذيك هود هذيك. نعم. إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجينا من القوم الظالمين. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. إن في لآيات ما في همسة في التاء، لا تهمس التاء. أحسن الله إليكم. إن في ذلك لآيات وإن كن هذا همس يا ابن، لا تهمس المتحرك من التاء، الله يوفقنا وإياك. لآيات إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. ارفع لسانك إلى أعلى حتى لا يجري النفس. آيات إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. ما تعرف تقراها زي مبتلين، اقراها نفس كلمة نفس مبتلين بدون همس. نعم. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. لا تقلقي الراء، قرنا آخرين. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا انتبه للإخفاء. أولا الهمس تدرب عليه كثيرا، ثانيا الإخفاء، ثالثا الغنة بعد حروف خص ضغط انقض من ق. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة. وقال الملأ من قومه الذين كذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا. الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة.
وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون فخم الراء خاسرون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا لا تختلس أيعدكم لا تختلس أيعدكم أنكم إذا وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون نعم أحسن الله إليكم يا يحيى أخونا محمود تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هيهات هيهات لما توعدون. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيي وما نحن بمبعوثين. إن هو إلا رجل إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا النور بيقطع عندك حودة قاطع والله يا شيخ لا حول نحن بنحتفل بتوما أديسون كل يوم ما شاء الله يلا إن هو إلا الله يعينكم في الحر ده والله إن هو إلا رجل افتري على الله كذبا تفضل يا عسل إن هو إلا رجل افتري على الله كذبا إن هو إلا رجل افتري على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تتري ثم أرسلنا رسلنا تتري كلما جاء أمة رسولها كذبوه كلما جاء أمة رسولها كذبوه لا مفهوم به أمة رسولها
كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون مثلنا فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه ما وجعلنا ابن مريم مش ما وجعلنا ابن مريم ما مريم وجعلنا ابن مريم وأمه آية وأمه آية وآويناهما إلى ربوة لا على مهلك على مهلك وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين وآويناهما إلى ربوة ذات قرار قرير ومعين ذات قرار ومعين يا ذات قرار انت حتميل الراء والالف ذات قرار ومعين ذات قرار ومعين يا أيها الرسول كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة ليه كده بس ليه أمة واحدة وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا لا ما في غنى شوف اسمع فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون
والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون وقلوبهم وجلة وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها لا 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 إلا وسعها بضم الواو ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون وهم لا يظلمون لمون لمون وهم لا يظلمون وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال ولهم أعمال من دون ذلك ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب لا لا ما تستعجلش لا 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 تستعجل عندك المدود خذ راحتك خذ راحتك حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آيات قد كانت لا لا آيات لا 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 قد كانت قد كانت آياتي ما فيش قلقلة يعني لا في قلقلة لكن مو بكسر هالدرجة قد كانت آياتي قد كانت قد كانت آياتي تتلي عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون فكنتم مستكبرين به فكنتم على أعقابكم تنكصون تنكصون فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكر لا لا في تقطع في تقطع في الصوت أم يقولون به لا لا يا حودة غير في تقطع في الصوت جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات تمام يلا بل أتيناهم ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون لا لا
بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. أم تسألهم خراجا؟ يلا أم تسألهم خراجا؟ أم تسألهم خراجا؟ أم تسألهم خراجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم إلى صراط إلى صراط مستقيم وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم إن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. أحسنت بارك الله فيك. أنت بعد يحيى. يحيى تفضل. يحيى يا يحيى. السلام عليكم. شيخ can I start? Start. Go ahead. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون وما يتضرعون وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابًا عذاب شديد بابًا دور بابًا ولا حتى إذا فتحنا عليهم بابًا حتى إذا فتحنا عليهم بابًا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرعكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون الليل وله اختلاف الليل وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون مبعوثون Welcome back. لا مبعوثون. Okay. أإنا لمبعوثون. لقد وعدنا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل لمن الأرض ومن فيها
كنتم تعلمون. سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله، قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. سيقولون لله، قل فأنى فأني تسحرون. وأين ذهب يحيى؟ يا يحيى أعتقد ضيع الصفحة. طيب ننتظر حتى يجدها إن شاء الله. يا يحيى are you hear us? The page number 348. طيب نمشي الدور حتى يرجع. أبو الأسود تفضل. يا أبو الأسود. السلام عليكم. وعليكم السلام. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله، قل فأني تسحرون. فخم الراء. سيقولون لله، قل فأني تسحرون. فخم الراء. تسحرون. سيقولون لله، قل فأني تسحرون. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالي عما يشركون. قل رب إما تريني ما يوعدون. رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. فخم. ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. لا 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 فخم. الظاء حرف استعلاء وإطباق. الظاء. ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. وإنا على أن
كما نعدهم لقادرون. ما نعدهم، لا تختلس، ما نعدهم. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. صالحا في إخفاء حقيقي، صالحا في لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلي عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقاوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا. فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. لا قلنا الإخفاء ده بالصورة ده غير صحيح. وكنتم أحسن الله إليكم. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فسأل العادين. فسأل العادين.
بالنقل بنقل حركة الهمزة إلى السين الساكنة وحذف الهمزة. فسأل العادين. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا. يا ولدي هذا مد لازم كلمة مثقل كالضالين. مد فسر العادين. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فسر العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. جزاك الله خير. تفضل شيخنا. احسنت يا ابني. خلاص انا جاء عندنا الدور. اي سيدي ابشر حضرتك. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين.
والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات فالله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى آمالنا
ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا خطيئاتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا من خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك شكر نعمتك ونسألك حسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ونسألك لسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا. اللهم إنا نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نسألك من الخير كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم زوج كل أيم وكل أعزاب يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين
واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ظلل بظلك الوارف على كل بيوت المسلمين. أسل سخيمة الصدور ونجي من الشرور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم اجعل اجتماعنا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، وألا تجعل معنا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اخلفنا في أولادنا بخير، اللهم اخلفنا في أولادنا بخير وربهم لنا، فإنا لا نحسن التربية يا رب العالمين. اللهم ارزقنا برهم، اللهم ارزقنا برهم، واجعلنا وإياهم من الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويخافونك في الغيب والشهادة يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا ومشائخنا وعلماءنا وأصحاب الحقوق علينا. اللهم لوالدينا من كان حيا أطل عمره على طاعتك ومرضاتك وارزقنا بره يا رب العالمين، ومن كان ميتا فتبشبش له ووسع له في قبره مد بصره وأنزل عليه من الروح والريحان. ورب راض غير غضبان، واجعلهم تحت الجنادل والتراب من المطمئنين، ويوم الفزع الأكبر من الآمنين برحمتك يا رب العالمين. اللهم من أرادنا بخير فيسر له كل خير، ومن أرادنا بسوء فأدر عليه دائرة السوء، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. خر السقف من فوقه، واخسف الأرض من تحته، وزلزل أركانه، واشغله في نفسه يا قوي يا جبار يا متين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، واحفظ بفضلك حوزة الدين، واجعل بلادنا أمنا أمانا سخاء رخاء والسائر بلاد المسلمين. وافق ولاة أمورنا وجميع ولاة أمور المسلمين. اللهم أظل ظلك الوارف على جميع المسلمين وكلهم جارا من الشياطين. اللهم من على أهل السودان بالأمن والإيمان، وكبت الفتنة يا منان. اللهم آمنا في دورنا، وفق أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وتجنب سخطك واتبع رضا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، واسع به أرزاقنا، واحفظ به أنفسنا وذرياتنا، واجلب به ملائكة رحماتك، وارفع به عنا كل إصر وبلاء يا فاطر الأرض والسماء، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اجعله سهلا زلالا على ألسنتنا وعلى جوارحنا وقلوبنا، وارزقنا إقامة حدوده مع حروفه يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. ما سألناك فاعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصرت عنه آمالنا وأعمالنا فلا تحرمنا، لا تحوجنا لأحد سواك. اللهم أغننا عمن أغنيته عنا، نسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها إلا أنت. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نراكم على خير، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.